اسمحوا لي كمال نرحب في اليوم المميز ده ونقول له كل سنه هو طيب. كمان الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود مسلم رئيس لجنه الثقافه والسياحه والاثار والاعلام بمجلس الشيوخ رئيس مجلس اداره جريده الوطن. اهلا بك يا فندم منور. كل سنه وحضرتك طيب. انا وسهلا بحضرتك, مبسوط ان انا معاك في اليوم ده. انا سعيد, ويعني فرصه نهني اخواتنا الاقباط وكل سنه وهم طيبين وعيد ميلاد مجيد, وان شاء الله يعني يعم على مصر كلها بالخير والبركات إن شاء كل سنة الله. وإحنا كلنا طيبين وعذرا لو عندي برد شوية هتستحملني الدور الماشي الأيام دي, لكن هبدأ بحركة. طبعا من مهم إن إحنا كنا نشوف أيضا رسائل عن القضية الفلسطينية. أولا طبعا السنة المعتادة للسيد الرئيس بزيارة الكاتدرائية, أعتقد دي عنوان جميل لفكرة دولة المواطنة والدولة المدنية الحديثة. ايضا اصبح المشهد ده جزء من ثقافتنا خلاص نقدر نقول. يعني انا قبل ما اكلمك على المشهد عايز اجمع بس اللي حصل النهارده. لان النهارده في حاجه بتجمع الحاجات دي كلها وهي العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه اللي هي يعني نالت ما نالت وانتقدت ما انتقدت. النهارده الصبح الرئيس في المدينه الاولمبيه والمنتخب بيتدرب في استاد كبير وفي استاد مهم وهيتلف في كاس مصر, وبالليل القدرائية بتتزين في العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية بقت واقع متجاوز كل الانتقادات اللي تمت ليه, بقت واقع متجاوز كل السهام التي وجهت لها, وبقت فعلا بتعبر عن مصر الجديدة والجمهورية الجديدة وكل حاجة في مصر. بدل ما يعني أنا دايما أتذكر هذا اليوم, وطبعا ده يعني ما ان تلاقي كنت تلاقي دايما منطقه العباسيه ووسط البلد دي مقفله من الساعه طبعا 4 او حاجه. لا دلوقتي بتعمل يعني في العاصمه الاداريه والناس كلها ماشيه, وانا جاي لك في ميعاد الطبيعي مفيش حاجه وفي مكان جديد وبتزين. فمبروك. وكمان مشهد لما الكاميرا بتجيب كمان الكاتدرائيه من بره وتشوف برا البرج يعني الايقوني, يعني اكيد الناس برضو أكيد مشهد الناس مميز. اخواتنا الاقباط سعداء بالمبنى الجديد, واكيد كمان احنا كلنا سعدنا ان احنا نشوف استاد كبير ومدينه اولمبيه كبيره, والرئيس النهارده يزور المنتخب قبل كاس الامم الافريقيه. نتكلم على عيد. انا دايما علق على عيد على الفيسبوك ان هو مش المهم ان يعني سعادة الأقباط طبعا مهمة طبعا, لكن الأهم منها من وجهة نظري هي فرحة المسلمين بزيارة الرئيس للأقباط. أيوة ده اللي يدل على نجاح دولة 30 يونيو اللي هي قامت على فكرة الوحدة الوطنية وأن كلنا أخوات, والمقولة الشهيرة للبابا توادروس أن يعني وطن لما قالوا له الكنائس بتتحرق وبتاع, فبيقول لهم لما نلاقي وطن احسن ما ندور على يعني الوطن نصلي فيه احسن ونعيش وطن في كنائس اصلا. فدايما يعني العمليه صعبه, كان بيقول وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن. دايما الامور النهارده فرحه المصريين كلهم مسلمين واقباط بالعيد وبزياره الرئيس, وده تقليد الرئيس حرص عليه واستمر عليه طوال 10 سنوات فترة حكمه بشكل جميل. وبنشوف ان الموضوع فيه حتى بيتجاوز البروتوكولات, وبنشوف الزغاريط وبنشوف الورد والسيلفي والناس بتدي جوابات والناس بتدي دعوات, بتسعد كل مصري وبتسعد كل واحد متابع هذا المشهد, وبيدل زي ما انت بتقول على ان مصر هي بلد الوحدة الوطنية الحقيقية. بلد المشهد ده ليه تأثيره الداخلي والخارجي بشكل كبير. مصر قدرت ان هي تحافظ على الوحدة الوطنية طوال 10 سنوات. عايز اقول الكنائس, بناء الكنائس, القوانين اللي هي ضد التمييز, يعني حاجات كتير قوي حصلت خلت الوحدة الوطنية وحدة حقيقية, مش مجرد كمان بروتوكولات حكومية, ولكنها اصبحت في الثقافة المصرية راسخة. وكمان اعتقد مع الاحداث المتتاليه اللي بنشوفها في الحزام المحيط في بوطننا وفي الاقليم عامه, اعتقد الناس بدات تفهم خلاص انه جزء من القصه كان فكره ضرب النسيج. الاقليم كله تجزأ, يعني ما فيش دوله دلوقتي الا مقسومه 2 و3. ففكره ان مصر تحافظ على وحدتها دي يعني بقت حاجه نفخر بيها ونسعد بيها. وكانت الموضوع الفتنة الطائفية ده قعدنا فترة كانوا بيشتغلوا لنا عليه بشكل كبير.
وبرضه مش فاهمين وقائع تافهه جدا تتحول. لان كان في تحريض طائفي بيتم من قبل جماعه الاخوان او من بعض المتطرفين، وكان في محاولات خارجيه للدخول في الشؤون الداخليه من خلال هذا الملف. كل الكلام ده اتلغى، كل الكلام ده العالم كله دلوقتي عارف ان المسلم والقبطي بيعيشوا على قدم المساواه في ارض مصر، تحت علم مصر، تحت رايه مصر، تحت قانون مصر ودستور مصر، بشكل في مساواه وفي عدل، وكل وان المواطنه هي اللي بتحكم وليس اي شيء اخر. وحتى الرسائل كمان المتعلقه بالقضيه الفلسطينيه كان المهم نشوف ده ايضا من قلب اكبر طبعا الكنائس. ده دليل ان هي ليست قضيه دينيه بالزبط. يعني ده دليل جديد انها ليست كلمات قضيه بابا تواضروس نفسه ليست قضية دينية. قضيه دينيه هي قضيه احتلال غاصب غاشم بتحميه او بتايده بعض الدول الغربيه وعمليه احتلال واضحه. انا ضد تفسير الديني لهذا الامر.